وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ومتابعين جريده وموقع وقناه موطني. كنا وعدينكم قبل كده ووفينا الوعد. النهارده من داخل محافظه المنيا مركز العدوى من تغطيه حفل جمعيه ومؤسسه العلا بمركز العدوى، وعدناكم التغطيه. وسهلا بكم. عرفنا بنفسك عشان اللي ما سمعش الحلقه اللي فاتت. عبد الرحمن فاروق ابو زيد، حفيد البطل السيد ابو زيد احمد الرسمي. رايك ايه النهارده في الحفله المقدمه من جمعيه العلا؟ لا، حفله ممتازه، وانا اتبسطت جدا ان انا جيت وشاركت اولياء الامور في تكريم ابنائهم في حفظ القران الكريم. احساسك ايه النهارده وانت شايف العدد الكبير اللي اتكرم النهارده ده؟ طبعا الموضوع مشرف وموضوع يفرح، وطبعا جمعيه العلا معودانا دايما على المفاجات دي. احساسك ايه النهارده؟ حسيت بقد ايه سعاده؟ لا، السعاده بصراحه ربنا ما توصفش، وبعدين السعاده باينه برضو على الاهالي. اديك شايف الاهالي مبسوطين برضو قد ايه. عايزين نعرف برضو احساسك كشهيد البطل اللي كرم. انا شايف انجازات كتير ليك وكل شويه تكريم، كلمنا عن احساسك اكتر. والله الحمد لله رب العالمين، هو كل يوم انا يعني ببقى مبسوط جدا ومبقى في اتم السعاده لما ما احضر حفله زي كده، واما اشوف برضو الفرحه لو اشوف الناس كده واشوف اولياء الامور. شكرا لحضرتك. العفو.